السلام عليكم الاخوان ونهاركم مبروك وتحيه لكم وتحيه للاخوان في المكان والصحاب والحباب. تبارك الله، اليوم الاخوان كنت واجدوا في جمعه المعدن بتاريخ 2024 شهر واحد الاخوان فيه 26. اللهم بارك، تبارك الله، وجمعه مبارك على الاخوان وتحيه للاخوان وتحيه اخوان في الطرفايا وتحيه اخوان مصطفى دمنات. تبارك الله، اللهم بارك. اليوم الاخوان كاين المليح كاين الزين تمام كاين، وما تنساش اخوان تعاونوا معنا بشي مشاركه مع الاخوان ديالكم لجت خاطركم وخير منكم. شوف على بركة الله نشوف الأثمنة ديال الصوت. تبارك الله الإخوان، اللهم بارك إخوان. بعد حس الدو حس لي هذه الإخوان عثمان المليح والكاليتي. تبارك الله، والله مدير قبل صالح الإخوان. تبارك الله، اللهم بارك. سلعة كاملة مليحة الإخوان. كدير السي عثمان؟ كدير لبس عليك؟ هاني أخويا، نهاركم مبروك بعدا، نهاركم مبروك. مبروك وعلى المشاهدين. آمين، تبارك الله. تبارك الله. الله يسلمك على سيدنا محمد. امين. تبارك الله. تبارك الله، راه كاين اللي مليح اخويا عثمان. الحمد لله، احنا ديما نديرو المليح. شحال الخير سي عثمان؟ اخويا عثمان، هذا اخويا اللي داكشي اللي اي رزق الله دور دور بالغلب. اي مرحبا. ضربة 23. تبارك الله. جور ليا الناس يشوفوا المشاهدين. سير. السلعة والطولة، شوف تبارك الله العين ديالي قداش. سير اللهم بارك. الراجل ما كاينش العين. اه واللي بغاه مرحبا. بعناه هنا الله يسخر، كاين الله يسخر. سير عاد. كاين الجندة، كاين النقاط، هذا نوع الزيت، نوع القرطيط، شي ديك فلة. بعشرة مرة في الأول ما خرجتش جريت فيها مليح. غندور معاه، غندور معاه كامل. على البوديوم ما حيلا هنا. تعلم 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 انا خو سفيان، ها تراك نوريك السلعه ديالي باش السيد قدام من عندنا يعقل على الغيز ديالي. تبارك الله، تبارك الله، مليح. هذا المواصفات والدمع والعين. تبارك الله، تبارك الله، كنعطيك بالله. بالله والله ما تضيعني بها. راه بدري تزاد لهم هاكا الصحيح. اللهم بارك. الله يبارك. تبارك الله، غلام غلام الاخوان. وتبارك الله كامله غلام زينه وعندها القرن. القرن تبارك الله والتو. اللهم بارك، تبارك الله. تمام، سير دور اخويا السعيد، دور سير. دور 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 دور. تبارك الله، غلم الاخوان غلم مليحه، وتبارك الله الغلم هي الثوب والراس. اللهم بارك، والمزاح ديال الخروف اللي حولي. الله يبارك. تبارك الله. المهم يا عثمان شحال الخير اخويا عثمان؟ 55 اخوان و100. شحال بالدرهم جابت؟ 2760 درهم. 2760 درهم. تبارك الله، باش نقيهم الاخوان. تبارك الله، تبارك الله. شحال قلت من راس؟ شحال كان من راس؟ اي غير ملي كتجيب درهم. اخويا اخر يبعث صغير دير 50 درهم 50 درهم. يلاه عاد القرن قدامك. الغمرة واصلة تبارك الله، هذه هي الغمرة زينة. تبارك الله. يتهلا ودوار دير الرغم مزيان. أنا قلت لك. قلت لك مأمنة بشا القهوة وخلي الغمرة ما دير ما دير معاه والو، خاصة تبغي الرعاية. يستفد منه زي الغمرة. أي قلت لك. حتى هو يسهر عليها. يقول لك الناس تعطيها. تهلا بها تهلا بها. ماشي تخليها وتسير. شحال كاين من راس؟ 23 راس الأخوان. 23 راس. كنت توصل. هي. وصلت في المكان توصل الغمرة. تبارك الله. مرحبا. مرحبا. أعطينا النمرة عثمان ديالك. أشكرك. بدادر هذا الفكر بصراحة. ما صورتهاش انا. ما دوزتهاش نهار ذاك مع السوق تقريبا والعيا وذوك الشيء. العيا لا والو، العيا عارف الخرده، المليحه كيتباع كيقعد. تبارك الله. اعطيني النمر ياك عثمان. 056 50 30 77 67. الله يسر ويتيس اللي بغى اخوان. وجد لي. مرحبا. بغى ديك السومه ديال 40 42 وجد لي. الله يسر ويتيس. تبارك الله. 36 ديال 1 ايام وجد لي. كدوز معاك. انت راه ما كاينش قرطايط بزاف. كامله ودي الفوره ما كاينش. زيد الطوبه حطها. خليها خليها واقفه، خليها خليها. زيد زيد هاي. حيد الباطر. حيد الطوب. زيد زيد. زيد زيد. راه ما كاينه. راه هذا الصغير اللي كاين شوف يدينا. كار ديالك. حي 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 السعي. تدور معاه. المراه ناقص الفلوس. ناقص السوق. اسمح لي. سير عاد. تبارك الله، اللهم بارك. تبارك الله الاخوان، غلم راه مليحه وغلم تبارك الله والعيب راه ما كاينش. وغلم راه تبارك الله عند القرن والتوب زين، وغلم اللي تيري واللي تجبر ليل ونهار. الله يسر. والقرن ديالك يدير. تبارك الله. السلعه راه مطبوعه بها هاي 23 راس. تبارك الله. ما كاينش شي لاطراسه لا. شوف شوف كاين العيب. لا. صيفطوا لي ما يديش. الله يسر. كنعطيك القرن كيدير. توب كيدير شي حاجه اصيليه.
الناس راه عارفين شكون كاين. الحمد لله الله يستر. الله جبتي سير اخواتنا. الله الاخوان اللهم بارك وحس العمليه على الاخوان اللهم بارك. مشرو كاين ماشي خمسه تقريبا اخو سير العمليه الله يبارك. كاين المليح وكاين الزين تبارك الله. كاين المليح لا المليح كاين تبارك الله. شحال الخير الله يكبر بك. تبارك الله كيطلبوا فيها 61 الاخوان 3050 درهم. شحال كاينه من راسها اسمح لي 13 راس تبارك الله سلعه مليحه الاخوان تو تبارك الله عنده القرن اللهم بارك. والتيمه راه كاين الاخوان في السوق والله يسلمك. سير تكل على الله بالحاج الحاج داك الشاري كان يخدم معنا الله يحفظك شاري عاد تكل على الله. لا حاشا انك تكون حاشا انا نشاور معاك اللي ما كيبغيش يبان. المهم راه انت بيع وشري مع مرحبا انت انت ولد البلاد وعار تكلم معاهم مع الله. الحمد لله لا انتم اولاد اولاد البلاد عارفين بعضياتكم. صح تبارك الله والله يسر لك. ها؟ بعت لي جدع ب 3 ملايين. جدع ب 3 ملايين؟ هي 20000 ايوا صاحبك مشات في خلا. وكلينا وشربنا معاه صورنا معاه 100000. الحمد لله والله يسر. تبارك الله اللهم بارك الله يسر الله يسر الله يجيكم تيسر. الحمد لله بلاد مواليد حاكو. ها؟ حاولوا السردي ولد الحاجه. بعد ما الانسان يضحك وينشطر هذاك والرباح الله يسر لكم. اخوان اللهم بارك. اش بان لك يا عثمان؟ كاين المليح؟ كاين المليح وكاين الزين. امال املاح. الحمد لله. امال املاح. وعثمان ذاك راه المتبع ديالك قال لي صاحبي عثمان. قال لي صاحبي عثمان. ان شاء الله الحمد لله راه كتعرفنا. عثمان والله ما نكذب عليك ما جيتش نشكرك قال لي يا عثمان العمار هذا والله يسر اش نطلبوا الله يسر. عثمان صاحبنا عثمان. ها؟ عثمان صاحبنا. شي والله شي شي حلقه ديا يجي بنادم يضحك وينشط ومولاه ربي. الحمد لله. الله يسر. يعيش وخلف الحمد لله. غير تبع بنادم بني تبع الصدق تبع المعقول ومولاه ربي. هذاك الشيء اللي كاين حتى واحد ما غيدي شي حاجه معاه. صافي الله يسر. عقده من فوق وعقده من تحت. هذاك الشيء اللي كاين. اخوان دائما اللهم بارك وزد ذلك. المليح راه كاين. المليح راه كاين ما ندويوش. وسوم تالي ناوي الحاج. 68 اللي عاطينك. 58 هاك الله يكبر اخوان غير 58 اللي عاطينه ماشي 68 كان غلط قال 68 ذاك راه 58 اللهم بارك تبارك الله. من الدار عند الحسين ويرشان. كيفاش؟ من عند من؟ الدار عند ويرشان. الله يسر تبارك الله راه المليح كاين. شحال من راس كاين هنا؟ 30 30 راس الاخوان عاطينه 58 تبارك 2000 و 900 اللي عاطينه تبارك الله اللهم بارك. كاين المليح وكاين الزين 30 راس مليح الاخوان والكاليش والسومه الاخوان راه كاينه في السوق بالنسبه للبدري هذا البدري هذا كيكون فيه السومه وفي المليح ويتهلا راه دير غلم والغلم راه باينه من الثوب ديالها ومن الراس تبارك الله ومن الغلم اللي كتجبد اللهم بارك تبارك الله الله يبارك. سلعه مليحه سلعه كاليتي سلعه زين. منين المرك ديال هذا بالحاج؟ مزوده. من هنا؟ انا مزود عيا من جهه تبارك الله اللهم بارك. المليحه اييه سلعه مليحه تبارك الله وسلعه على كتجبد معروف معروف اللهم بارك. عند القرن تبارك الله زين وكيدير السوق دابا كاين شي بيع كاين شاورا الوقت شاورا الوقت شاورا الوقت الناس قاهره شويه الثمن الناس باغا شويه تقلب على الرخا شويه باغا باش الله يبارك تبارك الله. اعطيني النمر ديالك 0671 0671 27 93 93 93 الاخوان اللي بغاها الخير هذا هو النمر دارها اللي بغاها مرحبا يعاود يصورها ولا يعاود يدير معها شي حل اخر مرحبا كاين هذا الخير هذا ياك ولدي اي الله يسر لك الله الاخوان اللهم بارك الاخوان وزد ذلك بارك الله. الحمد لله المليح راه كاين والثمن راه كاين في السوق اللهم بارك. بداو بس السلعه هذه الاخوان سلعه بدريه تبارك الله مليحه كاليتي اللهم بارك. سي عبد الكريم كيدير اخويا؟ لاباس عليك نهارك مبروك اخويا وجمع مباركة عليك. شحال الخير اخويا عبد الكريم؟ 42 و 400 الاخوان 42 و 400 اللي عاطينا الاخوان تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك. كاين المليح وكاين الزين اللهم بارك تبارك الله. 2120 درهم الاخوان. شحال كاين من راس اخويا عبد الكريم؟ 20 راس الاخوان تبارك الله كامله تبارك الله لبس مليحه الاخوان وكاين الكاليتي تبارك الله والزين. هذه مرقده منين اخويا عبد الكريم؟ هذه دورك دا خويا من تيزنيت. المرقد ديالها من تيزنيت الاخوان وتندرو حتى النمره اللي بغا يديرها اللي بغا الخير هذا تبعت الله يسهل. بغا شي واحد راه غنمره هي كاينه راه وصلت لعند اللهم بارك. كاين المليح كاين الزين تبارك الله اللهم بارك. سي عبد الكريم. عفوا.
هاني خويا قلت لي النمره. قول النمره. مالك؟ قول النمره اخويا. 06 04 06 04 88 62 54 اخويا اللي بغاها الخير هذا تبارك الله راه لبس مليح وكامله تبارك الله عند الكار راه زين وغلا ملي تجيب هذا الاخوان اللي تهلا فيها غلا راه دير غلم اللهم بارك تبارك الله. وبالنسبه للعيد راه توصل العيد باقا مع تقريبا شي 5 شهور ياك شحال باقا العيد؟ باقا تقريبا شي 5 شهور. 5 شهور توصل العيد تبارك الله وهي غلا مدراوش والله يستر الجميع. تبارك الله الاخوان وحس العام مليح على الاخوان هذه راس فوق الاخوان تبارك الله اللهم غلم غلايده تبارك الله وعندك الغلم هي الاخوان هي الثوب والراس فيها واحد تقريبا فيها حبه الاخوان تبارك الله اللهم تبقى المليح الكواليتي واحد فرط اللهم بارك تبارك الله. والعشاء شحال الخير؟ الاخوان ب 61 وعطوا 10000 تبارك الله 3050 درهم وعطوا 10000 ديال الربح اللهم بارك. شحال كانوا من راس والعشاء؟ 13 راس الاخوان الله يبارك. كاينه واحد ها هو شلون او الاخوان في حبه ما تبقى تبارك الله راه المليح كاليت سلعه مليحه تبارك الله وراس سوق في المليح راس سوق تبارك الله اللهم بارك. سي محمد تقول النمر ديالك 06 06 72 08 34 12 الله يسعدك تبارك الله الله الاخوان اللهم بارك البدري الحمد لله موجود الخير تبارك الله السلعه داخله اليوم بالنسبه للبدري كاين اللي مليح تبارك الله سي عبد الرزاق ها كاليتي اخويا شحال اخي محمد 45 45 لا المعقول معقول شحال المعقوله 45 دوما التليفون قول معقول والله 45 شحال شحال انا 50 شحال 56 اخويا العشره باينه السلعه راه هذيك تبارك الله اللهم بارك اخوان معقوله هو هذوك اللي في القناه ما بغيتك لا المعقول الله يكبر بك التليفون اليوم على سكت لا موشي حتى الموشي الله يحفظك احنا بنصلح المعلومية الصحيحة تبارك الله احنا بغينا المعقول ما بغينا يصونوا عليه بتفليا تبارك الله الحمد لله 56 الاخوان 2800 تبارك الله شحال من راسنا؟ اخر ثانية انا هما اللي بتصور مرحبا وانت كتبتي عليا تقول لي 46 الله يهديك كاين شي غلم هذه ب 46 ودابا الناس راه كيشوفوا يقول راه تيقوك انت بعدا خاص انت هما باش تبارك الله الله يبارك خلي خلي صومري خلي ضرب اخو عبد الرزاق ضرب الله يحفظك تبارك الله المليح كاين الزين كاين خويا راه قال لك اللي عاطينو راه 56 شكون هو تبارك الله اللهم بارك الناس اللي كتفرج ومتبع راه عارفه تيعمل لك اللي ظاهر دابا تبارك الله والله يسير يا سلام الدراوش هاي اي شحال لك خير يلاه شحال الخير هذه غنتا مولا راه ندوزو هاني يا صاحبي الله يكبر بك تبارك الله وعدو قناة اي مرحبا ما كاينش مشكل تبارك الله شحال اخويا سمير 44 تبارك الله الاخوان هذه 44 الاخوان السلعه هذه كما كتشوفوا اللهم بارك تبارك الله 2200 درهم الاخوان كاين المليح تبارك الله والثومه في السوق راه كاينه كامله في السوق من شتي راه كاين الثومه الاخوان والله يستر اخويا تقول النمره ماشي مشكل النمره ديالك قلت القناه ديالك قول لك كتجي عندك قاعد القناه مرحبا قول القناه ديالك الاولى قول النمره حول السردي سمير الرحمن حول السردي سمير الرحمن وبالنسبه للنمره ديالك 06 95 43 77 70 الاخوه اللي بغى بحال البلان هذا هو السيد دار النمره ديالك الله يستر اخويا تبارك الله الاخوان اللهم بارك وعلى الخير هذا مبيوع الاخوان اللهم بارك والله يستر المولاه نطلبوا عليه بتيسير سلعه مليحه تبارك الله اليوم مرات راس الاحمر تبارك الله الناس اللي كتهلا فيها تبارك الله كتلقى هي ناس القد ولكن كتثمنها الاخوان اللهم بارك خويا شحال الخير؟ ياك هاني وقا بنتي معنا بعدا تبان معنا هانيه شحال اخويا قلت لي البيع ديالها تباعت؟ لا 49 و50 اخوان تباعت 49 و50 مرقد منين هذه؟ منابها الاخوان هذه المرقد ديالها تباعت 49 و500 تبارك الله شحال من راس يا اخويا؟ شحال من راس؟ 12 راس تبارك الله الله يبارك السلعه تبارك الله اغلى مليحه اللهم بارك باقا اسمي الحليب كامل دابا هذيك باقا شي خير في الدار بحال الخير؟ تقول النمره ديالك؟ لا بغا شي واحد بحال الخير هذا قول النمره 06 77 30 90 13 اخوان هي النمره صوني عليه وراه هو يصور شي فيديو السلعه اللي كاينه في الدار ومرحبا الاخوان الله يسر اخوان